والنمبر سيريال بتاع بلادها ايه؟ نمبر سيريال دي اتعملت بعد وفاة محمد علي بمئة سنة، عملها الملك فؤاد لجده اللي هو محمد علي، عملها له للذكرى المئوية، عملها له اتعملت في تركيا. دي تكريم لجده. اه تكريم لجده. ورينا بقى اللي في الظهر ده. جده كاتب هنا ايه؟ ايه؟ لا اخشى حكم التاريخ. وانجازاته كلها انجازات محمد علي، يعني عمل الجيش المصري، عمل القناطر الخيريه، عمل زراعته القطن اللي احنا كنا متوفقين بيه. لا دي بشويه يا حاجه، انا مش ببيع دلوقتي يا حاجه، انا بشتغل معاك. متعصبش يا شيخ، متعصبش. انا مش عارف، انا بالله بس يلا كمل. انا في وسط المولد وانت مش عارف ايه. حلو يا سيدي، حلو حلو يا سيدي. أيوة. فانا بصطف اللي انا بشتغل في الحاجات الملكيه دي، قمت برضو عشان الراجل ده بره برضو حبيته، قمت عامل له حته مصغره. ورينا. انا شايفك بتعشق محمد علي. لا انا بعشق اللي بيحب مصر، وانا بحب مصر كلها بالحب. اه وبعدين الرئيس انا من الجماليه. اه وجيران يعني. بعمل حاجه جديده ان شاء الله هتبقى قنبله. الله. الاسمرات بحلاب وشلاب كله. بص كل ده هيبقى حدوته في حاجه واحده باذن الله. ايه ورينا ايه الموجود عندك يا شيخ حسني؟ عندي حاجه الملك احمد يا شيخ حسني. عندي عمر المختار. ايام ما كانت اسمها المملكه الليبيه. اه ده من زمان. ده من زمان جدا. من مئات السنين. المملكه الليبيه. ده عمر وده التاج الملكي بتاعهم. بس يا عم ده بتاع المملكه الليبيه. بتاع المملكه الليبيه. عندي الملك عبد العزيز السنوسي. الله. طب النضاره بتاع السعوديه، واخد بالك؟ وده مطار السعوديه، ده اول مطار يتعمل. ده اول مطار اتعمل في السعوديه. والملك عبد العزيز طبعا هو اللي ايه باسمه كان مطار الملك عبد العزيز الله يرحمه. عندي حته بقى الله. جميله قوي. ورينا المفاجاه جايه. في مفاجاه جايه. عندي حته جميله قوي شايف عندك اللي هي ايه اللي هي جامعه القاهره. جامعه القاهره. جامعه القاهره دي ليها قصه جامده قوي. قطع لها قصه كامله بقى. طبعا دي ليها كل حته ليها حدوته فعلا. دي جامعه القاهره عملها الملك فؤاد وكملها الملك فاروق الله يرحمه. وهنا بقى ورا ايه؟ ادي صوره الجامعه ومكتوب هنا ايه؟ العيد الفدي لجامع فؤاد الاول بالعرب والانجليزي. على اساس دي الجامعه زي السربون كده. يعني جامعه القاهره معادله السربون يعني. حاجه عريقه يعني. طبعا عدت فوق ال 100 سنه. دي. وده المجمع اللغوي. ده برضو عمله الملك فؤاد وكمله الملك فاروق بعدين. المجمع اللغوي ده اللي انت مثلا تعمل ماجستير او دكتوراه في حتى في اسم في حاجه تبحث بقى. بنروح. المجمع اللغوي. عايزين بقى حاجه للملك احمس موجوده؟ احمس ده من الرومان. الملك احمس ده من الاسر الفرعونيه. لا فرعوني عندي تمثيل دلوقتي، لكن عندي حاجه روماني. روماني. ده اسكندر الاكبر. ده اسكندر المقدوني. ده الاسكندر المقدوني. الصغيره دي. وعندي حته كبيره. شوف بقى الكبير. اللي هي برضو الاسكندر. طلع ايه يا شيخ حسني؟ اوريك عندي حته حلوه. بس انت جيت بقى والمحل قافل. والمحل قافل. انا مش عارف انت في ايه. شنطة علي بابا دي يا شيخ حسن. ايوه. ما شاء الله ذكاء بعملات ثلاثية. لا. دي سنة كام بقى؟ حطها عشان صاحب المحل بيصلي الجمعة دلوقتي. ده مش شواب خالص. ايه يا عم ده؟ عسل يا شيخ حسني. ها؟ عسل. ده ما بيشوفش خالص ولا ايه؟ يعني زي ما احنا شايفين فكاهة الشيخ حسني. مش لاقيينها يا شيخ حسني؟ لا ازاي؟ جول المحل. ايه يا عم؟ جول المحل. كل حاجة يا ترى يا ترى ايه المفاجأة اللي الشيخ حسني دار عليها كل ده؟ أنا أجيب لك حتة. مفاجأة الشيخ حسني هيطلعها. يا خرابي يا سيدي. يعني بحتها ولا ايه؟ شكلات باعت يا شيخ حسني. لا مفيش حاجة.
كنوز كثيرة، كنوز كثيرة. عمان أثرية. أنت شفت ال أيام الرومان. أنت شفت ال أيام الرومان. الفرعوني مش كده؟ حاجة فرعونية دي؟ دي حاجات فرعونية طبعا. الله دي فرعين صغيرة. كل مقبرة بتاخد 365 ونيسة. دي الونيسة بقى أكبر من عدد أيام السنة بيوم. يعني في ونيسة مخطية وفي ونيسة مش مخطية، دي المكفنة. دي بقى اسمها الونيسة. بيبقى 365 واحدة في كل مقبرة عشان تونس الملك يعني. أو روح ال هم كانوا اعتقاد الفرعنة. هم اقتنعوا اللي فيه بحث وفيه كده يعني. ولا انصرف يا هاد. روح يا هاد. العمى ليه دي طيب؟ بتاع شكوكو. دي بقى الحتة دي. دي بقى. دي حاجة نادرة دي. بص يا سيدي. ده اسكندر المقدوني كان اكبر يعني من الصعاليقه الرومان ده. هم ما شافوش المقبره دي بقى حاجه من روح المقبره. ودي الصغيره بتاعتها. يعني القطعه الكبيره والمصغر بتاعها. الله يبعد فيك. دي وادي الدهر. دي دهرها. دي بقى مكتوب عليها ايه شرح حسن دي باللاتينيه يعني اسمه والتاريخ بتاعه يعني. وكان صعلوك وكان حرامي كبير قوي. مين؟ اسكندر؟ طبعا اسكندر الاكبر. هو كل الرومان هو ادخلهم مصر ليه قصه يعني. طبعا. يعني هم دخلوا وايجيبت قبطي. هم دخلوا مصر وهنا اتصلوا بامير المؤمنين دخل بعت عمرو بن العاص مصر القبطيه كل اللي فيها كانوا رومان. كانوا بياخدوا اموال اخواتنا المسيحيين وبتاع. ما جه عمرو بن العاص فصل ونظف وقال لهم صلوا. انتشر العدل في مصر بيه. عايزين برضه نحكي قصه العمله دي يا شيخ. العمله دي اتعملت في دي اتعملت تكريما للملك عبد العزيز. تكريما ليه. يعني احنا شايفين ما شاء الله لابس نظاره وبيكمل زيه السعود المعروف يعني. وفي حته جديده عاملها ان شاء الله انا شغال فيها لطلال اسمه ايه اللي بيغني ده بالنظاره. مين؟ طلال الجسمي. الجسمي ده. بعمل له حته مرات حسين الجسمي. بعمل له حته يعني واحد جبالي وانا الحته دي جميله قوي. والحته دي حلوه قوي. ورينا يا شيخ ورينا كل العشاء. دي بتاع رؤى وهو لسه عنده 16 سنه. اوطى انت بتحب تدلعه تقول له يا رؤى حبيبي. بص ده برنس ابن برنس ابن برنس ابن شبعان طبعا. بص هنا بقى. طبعا انت فاهم. طبعا انا فاهم. بص بقى انا عايز اعمل ايه بقى. عايز اعمل دي وهنا الأرمر. وش ابو الهول ده عايز تخليه اظهر من كده. حط وش الراي. تدي فنان فنان والله. تدي شموخ وعزم فنان. ورا بقى اعمل بقى الاسمرات السينا جماعات يعني من الاخر هنحط كل تاريخنا على العمالات دي اللي هو المعالم الاثريه. ده المفروض ده المفروض توثيق مقدس تراثنا. توثيق عشان الاجيال اللي بعدينا يعني. دي حاجه من ايام محمد علي. مش في جيل دلوقتي بيشوفها. انا عايز اعمل بقى حته زي دي كده تبقى فيها من كل حاجه. العاصمه الجديده والمواصلات وكل كله برمز 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 برمز. وهو من هنا بالشكل ده يجي. الله يفتح عليك يا شيخ. لا انت عايزين برضو نعرف معاك العملات دي. يعني شايفين العملات دي شكلها مميز. دي بقى ال 20 قرش اللي كان بيغني لها فيروز يا انور وجدي. الله معانا ريال معانا ريال. الله ده. وفي هنا ريالات
واخده لون الابيض. يا ابويا سلامة شيخ. لا المعاون ياخذك يا شيخ ولا بص يا شيخ ده من دولة لا اوعى تسجلوا عندك تحبسونا. والله يا شيخ الناس كلها مع العملة مع العملة مع العملة خد زي ما دي 20 قرش المملكة المصرية. عشرين قرش ملك فؤاد ملك مصر بيضة. دي كانت دي فضي فضي لأن هنا اهي دي منها اهي اللي هي الايه اللون البرونز. دي البرونز منها. معجون مصر اتعمل ألمونيا واتعمل نحاس اللي هي البريزه والشلن والكلام دوت لغايه ما وصلنا للمرحله ايه دي دربه في مصر. دربه في مصر يعني توثيقا يعني كلمه دربه في مصر يعني اتعملت في مصر 1277. دي اسمها 20 باره. طبعا دي مش الاصلي ده هاي كوبي من الاصل. هاي كوبي لان الاصل يعني ما جيش عندي لان انا ما طبعا حاجه معروفه. لازم برضو نعرف البومه دي بتاعت ايه. البومه دي رومانيه. البومه رومانيه كان رمز الرومان رمز اللي هو يعني الشجاعه والرمز كده يعني. كويس. ده هنا في بس مش عارف الاقي لك حته ولا حتتين اللي هو ايه بطليموس. بطليموس الاول واحد جه لمهم. بس يا ريس يعني انا هنا مفيش بقى على الاسبوع الجاي يكون جبنا. امرني يا باشا.